سلامتك يا استاذ احمد، مالك؟ اصل عملت حادثه جامده قوي. حادثه فين؟ كفالة الشر. لسه ماشيه من هنا كده. جامده بجد، جامده جامده قوي. كده يبقى المبلغ المطلوب للضرائب بعد مراجعة الكشوفات والميزانيات 10,575,028 جنيه وسبعة ساف بالتمانية. أنا نفسي أفهم إيه اللي أنت لابساه ده؟ ده آخر موديلات الشركة وأنا أول واحدة ألبسه. أول واحدة ألبسه؟ أيوه. وآخر واحدة إن شاء الله. جبتي لي تصميمات اللي طلبتها؟ أيوه. لجنة الفحص الضريبي جوه؟ أيوه. اتفضلي. أيوه. أستاذ خليل. إيه يا رامز، خير؟ ممكن بس حضرتك كلمه على جنب، حاجه مهمه اعرفكم يا جماعه. ده رامز الموظف اللي قلت لكم عليه. خير؟ لا بس كلمه على جنب، مش هينفع حضرتك. مش هينفع دلوقتي لما نخلص الاجتماع. الاساتذه خلاص هيعتمدوا الميزانيه وندفع الضريبه المستحقه علينا. الضريبه المستحقه 10,775,028 جنيه و7 سنت. لا يا فندم، لا، احنا المفروض ندفع 11,039,000 و7 سنت. ايه اللي بتقوله ده يا رامز؟ انا اسف يا فندم، بس حضرتك بص معايا على التصميمات دي. بص حضرتك، ده التصميم الاصلي على اليمين وده التصميم اللي على الشمال اللي اكتشفت انه اتنفذ. شايفين الفرق؟ طب انا هشرح لكم على الطبيعه. لو قارنا بين التصميم الاصلي والتصميم اللي اتنفذ فعلا واللي لابساه ورده، وريني يا ورده، هنكتشف ان هو اتخنصر من هنا زي ما حضرتك شايفين، واتخنصر من هنا كمان، ومن اماكن تانية كمان، بس ده مش موضوعنا. ايه بتبص على ايه؟ لفي ورده، واتخنصر من هنا كمان، من هنا كمان. ايدك معايا ورده، ايدك معايا ورده. اشكرك. وده معناه ان في قماش كتير رجع المخازن ما استخدمناهوش، ولما رجعت لقسم التصميم اكتشفت ان كل تصميمات الصيف فيها الفروقات دي، كله متخنصر يا فندم، كله متخنصر. ده حضرتك معناه وفر في التكاليف وزياده في الربح اللي مدفوع عن الضرايب. والكشوفات اللي قدام حضراتكم دي اتعملت من اسبوع قبل ما اعرف موضوع الخنصره ده، فانا بسحبها وبحط قدامكم الميزانيه الجديده بعد الخنصره اللي هي بمبلغ الضرائب المستحقه 11,039,000 جنيه و7 سنت يا فندم. مستغرب ليه الراجل ده انقذك من السجن حسب قانون الضرائب الجديد؟ خلاص يا ورده، مش بقول لكم دروبش وما بعرفش اكذب، بس شاطر في شغلي. اتأخرت ليه يا دكتور؟ اتأخرت ليه؟ المرة دي الحالة خطيرة جدا. فايز بيه بيفرز أنفاسه الأخيرة. يا حبيبي فايز بيه، يا حبيبي فايز، يلا يلا. مختلف خالص، بيشاعر جولة، راجل بجد، مش زي العيال الكيك دول. ايه ده؟ طب وسيمة تعملي معاه ايه؟ لا وسيمة انا هفضله، انما رامز ده حاجه تانية خالص، حاجه ما جربتهاش قبل كده. طب وانت عرفتي بقى اصل رامز ده ازاي؟ لسه مأجر عندنا شقه في العمارة، كنت هموت واكلمك وحصل. طب ده بقى هنشوفه امتى؟ قريب. جميله، ما تصلي يا بنات نقوم نرقص. احنا مش متفقين نيجي سوا؟ سوري نسيت. نسيتي؟ ممكن اعرف بقى انت منتمه كده ليه؟ وسيم ما تفكك مني بقى، هقول لك حاجه، روح صاحب نسمه دي بتموت فيك وكل الشله واخده بالها. صاحب نسمة؟ انت اتجننتي؟ وبعدين دي مش نسمة خالص. شفت الواوا يا دكتور؟ نزلي الشلالات ده، تفتكر هعيش؟ يا فايز بيه، دي مجرد ودنة اتجرحت وانت بتقص ضوافرك. ايوه بس انا اعرف ان الودنة بتموت او بتقلق او بتنفس او بتعمل. انت هتقوقعني؟ انت مالك انت؟ يعني انتوا متأكدين ان انا مش محتاج اسافر بره اركب صباع جديد؟ لا مش محتاج،
ويا ريت تبطل الخوف المرضي اللي عندك ده. صباعي واوا. مش كل يوم والتاني تجيبنا كده على منا وشنا. صباعي واوا. معناته ايه الكلام ده؟ صباعي واوا. طب ايه رايكم بقى ان انتوا مش ماشيين من هنا الا ما تعملوا ايه لازم؟ امال بديكوا رواتب كل شهر قد كده ليه؟ مش عشان صباعي لما يبقى واوا تنفخوا فيه وتبصوه؟ حاضر حاضر يا فايز بيه. ارجوك اتصرف بسرعه يا دكتور. يلا بصوا واوا. بصوا واوا. واو ليك الواوا. بوس الواوا خلي الواوا يصح. لما بستوا الواوا شنسوا صار الواوا بح. ليك الواوا. بوس الواوا خلي الواوا يصح. تيتو تيتو ممكن تشغل يعني الاغنيه اللي نسمه بتحبها؟ مش هقدر يا ساره. اديكي شفتي اللي حصل لي المره اللي فاتت وكمان المدير نبه عليا ما شغلهاش تاني. انا ماليش دعوه. اتصرفوا. انا عايز اشوف بنتي قبل ما اموت. انا بموت اهو. انا سالت عليها في كل المطاعم قالوا كلت ومشيت. عند الحلوانية حلت ومشت. في الكافيهات شيشت ومشت. حتى في كل المصامت قالوا لي مصمتت ومشت. هتلاقيها بالكبكب عند الكبابجي. أنا مضطر أنزل أدور عليها بنفسي. هاتولي بنتي بسرعة. أنا حاسس إن قدامي ساعات معدودة والسر الإلهي يطلع من صباعي. أهو طالع أهو. ما تبلغوا الاسم يا أستاذ بركات. اتصلت بيهم 20 مرة. آخر مرة الضابط قال لي لو اتصلت هنا تاني أنا هبلغ البوليس. من فضلك هدي بنت عمك. هديها ازاي؟ انت شايفه عندها تشنجات؟ دي بترقص. دي بترقص بمقياس 10 ريختر. برافو يا نسمه. برافو 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 يا نسومه. يا خياري ربط ليها يا اغنيه. تايو ده شايفه يا سايا؟ كل يأس ويبهدايا يانا فيها دي وبيضو يا زي اسمها جميع. انا مش عارفه شايف فيها ايه زياده عني. بصراحه انت اللي فيكي حاجات كتير قوي زياده عنها. اه ده انا بجمالي وحياوتي افصلي منها 10 بس يا نسمه. قولي 20 50 100. قصدك ايه؟ يا انت كنتي تقصدي حاجه من دعوتي. اتفضل اتفضل. فين؟ انا عايز اروح الحمام. ايه يعني مش فاهمه؟ يعني عايزني اروح معاك يعني ولا ايه؟ تروحي معايا فين وانا رايح الجنينه؟ عديني. حاضر يا خيابي. خدي بالك يا صايا بيجي معايا كريم بدل يا خيبي. لا بيكي الراجل وعايز اخش الحمام. يا حبيبه الحمام ده تيكي كمان ممكن يعدي من اي حته تانية. اسمعي بقى لك عيال يعدي منين يا نسمه؟ بس كنتي واقفه وسادة بجسمك كله الحيطه. انا عارفه انا بقيك ايه. انا مش عبيطه. اسمعيني بس. نعم عايز تيحي حمام انت كمان ويا ايه؟ اه يا انت تعملها على يوم. يوش ايه ده؟ ايه هتعملها هنا ويا ايه؟ يوش 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 جنب الحته ويا في اي حته. انت مجنون ده ويا ايه؟ حاجه انسه نسمه. ايه ده بياكات؟ طب ما دخلتش حمامي فيا ايه؟ وهتدخله ليه؟ انا اهم لو عاوزاني ادخل كنت انا. بس واحنا في هنا. بس اهم حاجه ان حضرتك بابا بابا لازم. يلا اديني بنج الاول. اديني بنج الاول اسمع كلام. يا ساتر عليك انت مفتري. حسب قلت لك بنجني الاول. يا قاسي يا قاسي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ في دبابه داخله على البيت وبتحتلونا ولا ايه؟ انت هتقفوا تبصوا لبعض؟ روح شوف في ايه؟ بسرعه بسرعه.
معكش تاكسي يجي ياخدني. هيا اوعي. هو بابي جاي ايه حاجه؟ بابي نسمة بنتي جت يخدم عليك يا نسمة. لازم تبنتي وانت ماشية. بابي كان هنا وخلص. بابي كل سنة وانت طيب. بابي انت يا حيوان حطوه بتتفرج عليا يا تيجي تشلي يا اما تقرا الفاتحة عليا. كويس بيه ما تقلقش ايدك ما تقلقش ايدي اهو ما تقلقش عليك. انت فين؟ انا فين ايه؟ هقوم لغاية مقيمة. انت يا حيوان انا اصلا من اسكندريه وشغال في فرع شركه في اسكندريه. انا جابوني القاهره بس عشان اظبط لهم شويه حسابات مع الضرايب. ما عنديش بقى انا اصحاب وكلام من ده. رامز طب ما تيجي تسهر معايا بكره وهتبقى فرصه نعرف نتكلم فيس تو فيس وتتعرف على باقي الشله. تعرف على باقي الشله وكلهم بقى تافهين فيس تو فيس زيك كده. نعم. بصي انا ما اقدرش اسهر، انا عندي شغل الصبح ما اقدرش اسهر. تعالى يا اخي في الويك اند. معلش يا عمي حصل خير. المهم الحمد لله على سلامتك انت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا معلش مضطره مش لحسن اتاخرت قوي. الحمد لله على سلامتك يا عم. يا بنتي ولا ناقصك حرام عليكي. يا عم الحمد لله. ده انت عامله زي اللي بيسلكوا بيها السنان. قومي امسكي نفسك. الحمد لله على سلامتك يا عم. الله يسلمك. انا مضطر بقى حضرتك حقيقه من اغرقكم عليه. انا مضطر لحقيقه من تحت حقيقه. لو حضرتك ام نسمه الانسه نسمه بتقول ايه حضرتك لو الانسه نسمه حد من جنيه انا مستعد من الاول بس اوعى. اه جميل انت راخر اضحكي يا نسمه مبسوطه يا بنتي نسمه يا حبيبتي ينفع كل يوم السهري ده وخروج كل يوم ينفع يا نسمه يا بنتي يعني اعمل ايه يعني يا بابي يعني اقعد في بيت عشان اكتئب اكتئب انا مكتئبه وابدا ياكل غيطه ما فايقه انت لسه عالفرقعي وتكتئبي ليه يا بنتي ده انت عندك مقومات البنت الجميله اللي يتمناها اي راجل بس انا مقوماتي اوفر شويه يا بابي ويا ايه كتير اوفر كتير قوي مش شويه بابي طب تفتكري انا هتجوز ابي هيفا ونانسي قصدك هيفا ونانسي عادي يا ماما دول يروحوا فين دول جنبك دول مسلوعين سولوهات انما انت تخت شرقي اصيل بكره بنتي هيجي لك الخيال اللي يخطفك على حصانه ايوه تفتكر يا حسن هيستحمي يا بابي الحجم ده ما اعتقدش بكره يا بنتي هيجيلك فيال يخطفك على فيله ويطير ايوه طب تفتكري فيه هيوافق يا بابي لا طبعا لا بكره يا بنتي هيجيلك بحار يخطفك في السفينه وتغرقوا انتوا الاثنين سوا وارتاح انا مبسوطه بكرة هتنبسطي أكتر وإنتي والبحار بتبقللوا ونازلين وأنا واقف ومبسوط طيب تضحك الله يرحم أمك أيوة
ايوه يا سايا خايف في حاجه يا حبيبتي؟ انا مش عايزاكي تفكري في الاسم وسيم ده، ده ما يستاهلكيش. بس انا حاسه اني بحبه يا سايا. يعني اسمع يا حبيبتي، انت يعتبر ما عندكيش اي تجارب، يعني اكيد احساسك ده مجرد اعجاب مش حب. مش عارفه طب اعمل ايه؟ طيب انا نفسي احب يا سايا، نفسي احب واتحب، انا حاسه ان عمري ما هتجوز يا سايا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده انت الف واحد يتمنوا يتجوزوكي. ايف ده طبعا واحد بس مش هيكفيني. يا نسمة انت بنت طيبة قوي، وان شاء الله ان شاء الله هشوفك لابسة الفستان الابيض مع عريسك. انا ما يهمنيش يوني الفستان، ان شاء الله اتجوز ببدي اعدام يحامي، انا بغضع يا ستي مهم اتجوز. ايوة ونعمل لك شهر العسل كمان في السجن. بقولك ايه، انا تعبانة وعايزة انام، يلا باي باي بقى. وعشان كده معانا انفراد وسابق جديد، زائعة الصيت المغربية عيوشة بنت عليش، وهي بتزور القاهرة دلوقتي. الست عيوشة زي ما تقولوا كده دجالة، لكن هي بتقول على نفسها عالمة، بتقدر تقرب وتبعد القلوب، وكمان بتعرف تجوز العوانس، وانتوا عارفين الباقي بقى. اهلا بيك يا ست عيوشة. دجالة؟ لا 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 لا، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. شنو واقع؟ ها؟ قلنا لك شنو واقع؟ لا انا اسفه، ما بفهمش مغربي، مش فاهمه. يعني بالمصري ايه المشكله اللي عندك؟ لا انا الحمد لله ما عنديش مشاكل خالص. دي بنت عمي وزي اختي بالظبط، هي يعني بتحب واحد ومش مديها ريق حلو. ريق؟ كيفاش بغيتي تديها ريق؟ بغيتي تمسك عليها؟ لا طبعا انا ما اقصدش الكلام ده، انا اقصد يعني ان هو مش بيبادلها نفس الشعور. ولا شيء قبيحه؟ لا لا خالص، دي مش قبيحه خالص، هو يعني زي ما تقولي بس هي تخن حبتين، لدغة سنة مش كتير. عموما انا جبت لك حاجه من قطرها، انا عارفه ان انتوا بتحبوا القطرات والحاجات دي. ثانيه واحده. معلش هتعبك معايا حبتين. اوي الاستغفار، لو شات برشات كله قطرها. لا ده مش برشات، ده مايو. ما انا قلت لك اصلها يا عيني تخينة حبتين. مو حبتين، قولي 100,000 حبه باش ناخد انا هيك قطر خلينا ندير 10,000 عمل. يعني ايه بقى؟ مش هتاخد القطر بتاعها؟ لا ما بغيتوش. اي لابس لابس لباس؟ لباس ايه؟ بقولك مايو مايو، مش عارفة انا مش مطمنالك. وبعدين فين جو الدجالين؟ ها؟ فين المبخارة والدخان والعفاريت؟ مش عارفة انت باين عليكي كدابة، عن اذنك. ايش اللي انا في المشي؟ قلتي ايش انت كاية؟ ايه بقى كاية دي كمان؟ لا بقولك ايه، بعد اذن حضرتك احترمي نفسك. حبيبه كعية يعني غضبانه زعلانه؟ وبعدين مرادك عندي، كيفاش بغيت العمل ديالك يكون؟ باكيت ولا نورمال؟ اذا هو في فرق؟ طبعا الفرق كبير، الباكيت مفعوله اطول واسرع واغلى. لا انا ما تهمنيش الفلوس خالص، اديني الباكيت. وده بهك العمل يدوب شربت المحبوب. انت هتغني لي ولا ايه؟ وبعدين ايه العمل ده؟ ده باكيت شاي ده ولا ايه؟ كيفاش كيفاش، خلي حبيبه يشربوا هكا ومن بعدها يشوف الجوهر مش المنظر. ولا كان جوهرها مزيان كما بتقولي اكيد هيعشقها بزاف وما يلمح فيها اي عيب. اي عيب؟ اي عيب يعني؟ ولا تخينه ولا لدغه ولا اي حاجه؟ ولو ولا اي عيب. طيب اوكي انا هاخد واحده. وباش بغيتي تعمل عمل يكون؟ ايه ده، لو انت كمان عندك العمل بالنكهات. طب الاقي عندك يعني بالكاتشب؟ لا عندي بالفانيليا وبعويض وفريز وحامض. بس عايزه اسالك سؤال، يعني هو حامض ده يعني ايه؟ يعني عمل حمضان؟ حمض ليمون. هاتيلي من الليمون ده، اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ديري بالك العمل مفعوله تيدير من شهرين ثلاثة. يعني ايه الكلام ده؟ اول شهرين تمام، شهر الثالث مفعوله بيروح اول وفي نصه وفي اخره، المهم لازم يتجوزوا بسرعه. صافي. ايوه يا رامز، تاني شارع يمين مستنياك. باي. برضو جيتي من غير ما تكلميني. وسيم اظن شرحت لك قبل كده الحوار اللي ما بيننا انتهى. ده تسكول درايفر يا حسين. شايفه يا سايا؟ مصدقه يا طايش؟ هو بيض ومصمم. حسين حسين بقولك ايه، هو طلب منك ايه؟ سكرو درايفر يا نسا ساره. لا 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 الغي ده كله، انت تجيب له كوبايه ليمون وتحطوا فيها ده، مفهوم؟ ايه ده انت عايزه تسميه ولا ايه؟ بقولك ايه، انت تعمل انا بقولك عليه مسكات، مفهوم؟ ده طلب سكرو درايفر، اجيب له ليمون ازاي؟ اتصرف يا حسين، قول له اي حاجه، قول له لقيتك متعصب اجيب لك كوبايه ليمون عشان يروق لك اعصابك. يلا بقى وانا هظبطك.
هو في ايه؟ ابدا يا باشا، الشباب جوه مهيبرين شويه. To introduce to you some friends of Jamila. Romans. ده مش ليكي، ده مش ليكي. وقت ليكي ولا مش ليكي؟ اوعى رامز، انت علقت. رامز اشرب ليمون. ليمون يا نهار اسود، كوبايه الليمون، كوبايه الليمون وسعوا. لا يا سلام، ما تشربش ليمون ده، ما تشربوش، ده مش ليمون، ما تشربوش عشان خاطر. ايوه احنا شربنا، احنا شربنا، لا لا ما تشربوش ليمون، ما تشربوش، ما تشربوش ده، ما تشربوش والله يا دي. دماغه كانت تتفتح بسببك يا شيخه، منك لله. مني انا هي؟ اه. طب ايه عايز بقى؟ انا يقول بياحتي يخمى. معلش معلش معلش، ما انا ما اعرفش اقول عدس. يلا بينا يا نسمه، يلا بكيك. وانا كمان. واحنا نعمل ايه يا فايز بيه؟ الدكاتره تعبوا معاها، ما عرفوش يخسسوها، هي تتخن وهم اللي كانوا بيخسوا. دي بطلتني اركب خيل. ليه؟ كانت العصب بتاعي، قلت لي هلعب معاه شويه يا بابي، سخنت كلته. البنت كده مش هتتجوز يا بركات، نفسي اطمن عليها قبل ما اموت. لا 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 استنى، مش دلوقتي، استنى لنا اسبوع اسبوع. ايه اللي بتعمله ده؟ شفتني موت؟ انا عاوز اعطس، وانت عمال تلف حواليا هتخنوني. ما بقتش شر عليك يا باشا، انت صحتك زي البوم. انا مش عايز حضرتك تقلع على الانسه اللي اسمها ابدا. وابقى افتكر ان بركات قال مش هتعدي السنه دي الا مش هتعدي السنه الجايه الا هو في سنه مش هتعدي الا وان شاء الله الانسه هتبقى في بيت العدل. لو فضلت بالحجم ده مفيش بيت عدل هيصحى، دي محتاجه استاد عدل. تعرف ان دي اول مره اطلب احضر الرقص، اول مره ارقص مع واحده اصلا، مش عارف جبت الجرأة دي منين. غريبه قوي، مع ان انت بتعرف ترقص حلو اهو. يعني عندي فكره، اخر مره رقصت كانت امتى يا ربي؟ اه كانت في حفله الشاي كرايز سبورتنج. الله ده اشتغل. وايه اللي اشتغل؟ مالكش دعوه، انت خليك في رقصك. ايه صوت الباكابورت ده؟ معلش، اصل انا لما بتوتر معدتي بتقفش. تقفش؟ تقفش ليه؟ ده انا المفروض اقفش، برقص مع اجمل وارشق واحده في المكان هنا. نعم. بقك صغنن، مناخيرك منمنمه، اسمك محوط. انا مش عارف حقيقة بقول الحاجات دي ازاي. من فضلك بطل تريقه. تريقه؟ انا ما بتريقش، قلت لك ما بعرفش اكدب. انت اسمك نسمه و... وانت نسمه فعلا. ده انت مصمم بقى.
يا نسمة ثانية واحدة. طيب أنسة نسمة ثانية واحدة بس، عايز أقولك حاجة. أنسة نسمة أنت عصبية كده ليه؟ لحظة واحدة بس، خليك مني، اوعي تمشي. ثانية واحدة هقولك كلمة واحدة بس، عايز ثانية واحدة هقولك حاجة. يعني واحد بيتضايق عليا بيمان زي ده ومش عايزين اتضايق؟ انا بني ادم يحمي ودم من ناحيه اللحم، فانا متاكده من ده مليون مره. انا بتكلم جد يا صايا، مش بهزري. انا عندي احاسيس ومشاعري، انا بضحك وبهزر طول الوقت بس عشان انسى اللي انا فيه. يا حبيبتي ايه اللي انت فيه؟ ما انت بنوته وزي القمر اهو. انت هتعملي زي المتخلف بتاع الديسكو ده؟ متخلف ليه بس؟ هو قال ايه غلط؟ انا ياضيه ذمتك؟ ده جسم منحوت يا صايا. وياه انا شك ان البنت جميله دي مسيطه عياي عشان يضايقني. يا ست هو اكيد شايفك كده. ازاي يعني؟ اصل في رجاله بتهتم بالجوهر مش بالمظهر، وهو اكيد شاف جوهرك قد ايه جميل. وبعدين يمكن يكون هو من الرجاله اللي بيحبوا البنات المليانه. بتحصل تفتكي؟ بس معقول ولد امي ودمه خفيف كده يعجب بيا انا؟ خياس هو حلم وياه. لا ما راحش هيكلمك. بس ازاي وانا ما اديتوش نمية تليفوني؟ ما هو مدام معجب بيكي اكيد هيدور عليها ويجيبها. ماشي، بس عارفه حتى لو اتصل انا مش هستسلمه بسهوله. لازم اتاكد انه مش طمعان فيا وهي متسيط عليا. وهو من باب البيستيج بايدو اتقي عليه شوي. ايه هتتقلي عليه اكتر من كده؟ ايه ما اقصدش اتقلي براحتك، بس ما تطوليش، قدامنا شهرين بالكتير. يعني ايه؟ هو انا ما قلتلكيش مش انا جبتلك دايت هيخليكي فتله في شهرين؟ وياي صح معاكي حق، انا من النهارده لازم اهتم بيشاكتي عشانه، وعشان كمان اخد ديوسي بيي كان نفسي فيها وابقى بيينه. من النهارده مفيش غير رياضه ودايت ودايت ورياضه ورياضه ودايت ودايت ورياضه ورياضه ودايت ودايت ورياضه ورياضه ودايت ودايت ورياضه ورياضه ودايت ودايت ورياضه ودايت ومش هيحى نفسي ودايت ورياضه ورياضه ودايت. قومي ساعديني يا حيوانة يجي وحشويا. اي كوعي كوعي قومي. احضر لكم الى العشاء. او النبي عم بيكات اعملينا مكرونة بشمية عشان انا عم يدايت. انا مش فاهم يا رامز، مصحيني في نصاص الليالي ومخليني سايب مراتي، وعمال تقول لي اصلا لقيت فتاة احلامي. لقيت فتاة احلامي يا ابني؟ انت فاهم ان انا اسامة منير ولا ايه؟ انا عايز افهم بقى ايه حكاية مراتك دي يا اخي. مراتي وبحبها يا اخي، افهم بقى يا متخلف. بقولك بحب بحب كأن ربنا جابني من اسكندرية لغاية هنا عشان اقع في الحب، وزي ما تخيلتها بالظبط بالظبط. المواصفات القياسية يا زوز، المواصفات القياسية. المواصفات القياسية؟ ايوه. ودي انت لقيتها فين دي؟ احنا طول عمرنا عارفين انك ما بيعجبكش العجب. ما هو ده العجب نفسه، زي ما تخيلتها في الحلم لقيتها قدامي. شعرها طولها عينيها امكانياتها. يا جعون يا نيك يا ايامي يا ياحو، عيموني اندم 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 اندم. ايه بتهنيت ولا ايه؟ اندم اندم أندم 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 أندم. بس عيي ماضي وجياحو. إيه شفتو؟ إيه الله ما جعله خير في إيه؟ إيه شفتو؟ شفتي إيه يا بنتي في إيه؟ إيه شفتو؟ أجلين عليك وعلى اللي شفتيه. ما تقول شفتي إيه؟ سوية بابي أنا عيقتك؟ أنا أتيني ده أنت لقت مصر كلها زمان كل الناس عادين عادتي دي. معيش يا بابي أزمي مبسوطة مبسوطة قوي قوي. يا بنتي ربنا يبسطك كمان وكمان. ويا ترى إيه اللي بسطك فجأة كده؟ يعني حاجة حصيتني كده،
بس ان شاء الله يقضي وقت يا بابايا في وقت مناسب. طيب انت عايز انا مش بخبي عليك حاجه. قومي قومي نفسي طبعا عليا. قومي قومي حضرتك اصلك مش عارف هاول متحجر انت اللي هي لقيت من العيال اصرح ولا تجد ولا عليها لما عطيت اقول لك دي اللقطه لقيت ابو مصر ولا الاعلى قومي. لا والله وان شاء الله ربنا يوفق الدنيا على بعضها وان شاء الله ربنا ياخدك بالدنيا كلها. انا ناقصك لمين الاكل ده؟ يا بابي يما 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 انا مش هنام لوحدي تجوعي بالليل تخش تاكليني ليكي ليكي يا نسمه مريخه المجزره اللي عاملينها انا وانت تحت احنا مش لسه متعشين سوا؟ يا بابي ما انت عارف ان انا لما ببقى مبسوطه بقى نفسي مفتوحه كده وعايزه اكل كتير. حس كده بقى ربنا ينكد عليكي على طول كده يا بابي. يا بنتي ما تزعليش مني انا بهزر معاكي كوري بالهنا والشفا بس بلاش تكتري عشان ما تضربيش لبره. ها ماشي ماشي خلي بالك يا بايكا. لا حلو قوي. الو نسمة انا رامز رامز بتاع الديسكو. انت اسمك بقى رامز. عموما انا مش نسمة. انت مش نسمة؟ مال انت مين؟ انا سارة بنت عمها اللي كنت معاها في العربية. وانت تديني نمرتك بتاع ايه؟ ها؟ بتبيعي بنت عمك يعني؟ ما اصل خلاص الدنيا خربت ما بقاش في امان ابدا. انا يا عم الجميل اصبر على رزقك شويه مستعجل على ايه؟ انا كتبت لك النمره دي علشان اساعدك. تساعديني ليه وبتاع ايه مش فاهم؟ اولا لازم تفهم ان نسمه دي كل شباب مصر بيجري وراها وهي ولا معبراهم يعني انت بالنسبه لها عادي ما تفرقش لولا انت بس صعبت عليا. صعبت عليكي؟ طب انا مش فاهم يعني اشوفها ازاي؟ اعمل ايه عشان اشوفها؟ بص بقى يا سيدي انا هقول لك على كل تحركاتها بالتفصيل الممل. يا ديني لو انا ماسكه حمامات مصر كلها. ايه رايك لو حطينا الشجره دي هنا؟ هو انت يا رامز ما انت اخر مره مشيتي من غير ما تعرفي اسمي. وعرفت منين بقى ان انا هنا يا استاذ رامز؟ ساره برم. ايه؟ ساره برم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ساحر؟ لو عايزين يبقى ساحر ابقى ساحر. ما بحبش الساحر. حس كده بقى انا محاسب. انا من اسكندريه اصلا وجيت فرع القاهره هنا بتاع الشركه بتاعتنا عشان اعمل كان في مشكله عليك في درايف كنت لازم ايه حيلك وانا مالي بكل ده اساسا؟ مالك؟ ما هو انت السبب. انا من ساعه ما شفتك ما اعرفش ايه اللي حصل لي. شايفه البيت اللي انت بانيه ده؟ نفسي يبقى بيتنا. بيتنا؟ اه في حاجه. انت مش ملاحظ انك اوفر قوي؟ انت ما شفتنيش غير مره واحده اصلا. ما هو ده اللي غريب. انا مش فاهم ايه اللي حصل. انت ما سمعتيش عن الحب من اول نظره؟ لا سمعت. يلا يا ناس مش هنروح نجري؟ هحصلك حالا. طيب البنت التخينه دي صاحبتك؟ انت ما بتحبش البنات التخان ولا ايه؟ بالمنظر ده؟ لا طبعا. امال انا معجب بيكي ليه؟ عشان رشيقه وفرعه وقوامك الرياضي ومتناسقه. ايه ده؟ انت بتاكلي بيتنا؟ انا ممكن اكلك انت كمان اساسا لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي حالا. انت يا ابني مجنون؟ ليه بس انا عملت ايه؟ يا نسمه انسه نسمه خلاص كلي لو جعانه. أنا سريستا أنا سريستا. نسمة نسمة يا نسمة. يا أنسة نسمة ما تزعليش مني كده. خدي خدي كل البيت بتاعنا كله لو كنت جعان. انا كنت بهزر. يا ابني انت مش طبيعي. عايز مني ايه؟ كفايه بقى. بصي بقى لو في حد في حياتك قولي لي خلاصين. لو سمحت بطل تهريج وحل عن سميه. تهريج ايه؟ ما تعمليليش بقى. الله انا بكلم بجد من الاول. رامز ممكن تبص لي كويس؟ اهو شايف ايه؟ شايف قمر. انت متاكد؟ اه. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نكمل كلامنا في اي حته بدل الافيه اللي عماله تجري معاهم دول. الايه؟ دول أفيالة؟
دول يعني أفيال. مش أفيال يا بنات، الكابتن بيقول عليكم أفيال. ليه بس كده؟ عايز تجي هنا؟ لا مش حاجة، مش حاجة تماما والله. انا اشكرك حبيبي. اه يا سامح، مره رجلك ومره ايدك، انت ايه اللي جابلك على المتوحشه دي؟ متوحشه بعينك، ما تغلطش فيها يا سامح. انا برضو اللي بغلط، دي المره الجايه هتخلص عليه. خلطت روحك، مش مهم. طب واخرتها؟ معرفش يا اخي، نسمه دي ساعات تبقى زي النسمه وساعات تقلب عليا تفشفش لي زي ما انت شايف كده، حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم حاجه. رد يا اخويا، رد، رد على الغندوره. الو. ايوه يا حبيبي. ايوه يا حبيبتي. ايوه يا حياتي. ايه يا عمري، انت وحشتني قوي يا حبيبي. وانت وحشتيني جدا جدا يا حياتي، يا بنبنات حياتي، يا بندقتي، انت كل حاجه عندي يا روح. وانت يا سامح، تعال تعال الحقني بسرعه بسرعه يا حبيبتي. خليكي معايا بس ثواني اشوف رامز عايز ايه. الله، في ايه؟ يلا يا سامح يا ابني. في ايه سامح؟ ايه سامح؟ الو الو، افتح لك السوسته. الو، ثانيه واحده يا حبيبتي، بس افتح لي السوسته. سوسته يا سامح. الله، في ايه تاني؟ كمل جميلك يا اخي، كمل جميلك. يلا مزنوقه، كمل جميلك. انا مش عارف انا صح ليه. بس على ايه ده؟ ايه ده؟ انا طلعت انت ايه يا سامح؟ قلت عليا يا سامح. يا لهوي، عيب كده. انت ازاي تسيبيهم يعملوا في الراجل كده؟ يستاهل. يستاهل؟ حرام عليكي والله، حرام عليكي. ده راجل بيحبك. بيحبني يا بنتي دياسه؟ ياي انت زي قمي وما يكملش الجميه ويتيق عيايا. ما تنزلي شويه ويا هي، ما تحطها جوه بقي احسن. يا دي النيله، هو انا قاعده مع نسناس؟ سيبك من الموز ده واسمعيني. نسمع حبيبتي، رامز بيحبك بجد. نفسي اعيط، انت جايبه الثقه دي كلها منين؟ بايدو بيحبني بعد يا حكيتويك ده. افهمي بقى، هو اتريق عليك انت؟ ده اتريق على اصحابك التانيين. يا سيام، طب انا زيهم؟ لا برضو مش فاهمه، اصل للرجال فيما يعشقون مذاهب، وهو اكيد له المذهب الخاص بتاعه. ممكن يكون شايفك حاجه مش شايفها في البنات التانيه. انت ليه مش عايزه تصدقي؟ ازاي عايزاني اصدق بسهوية كده يا صاي؟ انا عشت عمري كوي وما فيش ويد اي مساء خير ولا حتى شتمني. فجاه كده ويد زي يومس بيموت فيا. لا 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 يا نسمه، لا ما عندكيش حق. انا عايزاك يبقى عندك ثقه في نفسك اكتر من كده، وبعدين حاول تدي للراجل فرصه تانية. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ياجي متدشدش. وحيد امك وياه زعلك. اوعي يا تافه. فعلا خر تعمل شر تعمل، بقى انا قاعد اكلك في موز عشان تبقى موز وبرضه مش عاجب. يا اخي ده الواحد يا هاي، هو رامي صحي ولا نايم؟ نايم؟ هو مين ده اللي نايم؟ ده صاحي، صاحي قوي. تفضلي 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 يا ابن المحظوظه. ده انت عندك حق، الواحد عشان خاطرها هيتضرب لغايه ما يجيله ارتجاج في المخ. انت متاكده ان هي هنعمله ده صح؟ الراجل اتضرب واتبهدل بسببك، هتسيبيه كده؟ اركبي اركبي. ماشي، مش عارفه ايبي مش ميايحني، بس هيكب بس مش ميتاحه. ياي بنا يستوي.
صغي انت ويا ايه؟ العربيه برضه اللي صغرت قفلت كانت. طب يا انسان انا نفسي افهم انت كلتي النهارده غير صباط الموز؟ وياهي بحاول امشي على الدايت على قد ما اقدر، بس النهارده نفسي واحد كده يمحشي، فكيت 70 كيوم بكده عيماشي كرومب. ايوه كيوم. هو اي حاجه قبيحه الكيوم؟ هتروحي تقابل الراجل وتصلحيه وانت ضربالي كروم؟ لازم يعني اعيش محيومه بقيت عمري عشان اعجبكم؟ ايه كيوم بي يعني تايه كيوم بي؟ ايه مشكله حاجه ابيحه كده؟ انا مش فاهم ازاي بقدامك الجنه وتروح للنار. ما هو انا لو طوعتك اكيد هروح النار، وبعدين انا يعني ايديا مربطه زي ما انت شايفه، فمش هينفع. شفطه شفطه كده، مش محتاجين ايديك في حاجه. بصي يا جميله، انت بالنسبه لي جاره عزيزه، صديقة فاضلة. ونسمة؟ لا، ما تجيبيش سيرة نسمة على لسانك. نسمة دي بالنسبة لي هي فتاة أحلامي، البنت اللي نفسي أتجوزها وأعيش معاها في بيت صغير. يا عم هاني شاكرة هتنقطني، بيت صغير إيه وفتاة أحلامك إيه؟ قول بيت العيلة، بيت العز، دي واحدة مفشكلة في نفسها. آه فهمتك أنا، دي اسمها نفسانة بنات. بص يا جميلة، والحق يتقال يعني لو حقرنك انت بنسمه، انت اللي عندك حاجات عايزه تفش شويه. يا نهار اسود ومنيل، انت ايه اللي عامل فيه ده؟ هات الشوكولاته اللي جايبينها للراجل. يا اصلي حسيت بهبوط مفاجئ كده، فقلت اما اكو حاجه مسكايه. يا هبوط ده انا اللي هيجي لي هبوط مفاجئ منك؟ حرام عليك يا نسمه، اكلت الشوكولاته بتاعت الراجل. خياس سددت نفسي. الشوكولاته تتخنوا وانا ما بحبش التخان، خيسه مباتيك كده احسن. ما تكلميش على اسمها كده، انت فاهمه؟ كلمي لي سامح صاحبي وحدك على الموبايل بسرعه. ليه؟ عايز اخش الحمام. نعم عايز اخش الحمام، تعرضتي ليمون كتير قوي، عايز اخش الحمام، محتاج مساعده صديق. خليني كلمي بسرعه. طب ما ساعدك. لا مش هساعدك، انا هساعدك. طب هساعدك انا. طيب خليني خليني خليني. يلا شدي حيلك معايا يا نسمه بقى. انا مش فاهمه ازاي مفيش اسانسير بصياح. اسانسير ايه بس يا نسمه؟ هو انت طالعه ناطحه سحاب؟ يا نسمه الراجل في الدور الاول وانت طلعت سلمتين وفاضل سلمتين. يلا بقى يا حبيبتي يلا. حاضر حاضر. يا خياس تعبتي يا خي. هو ينزل اسهل. ينزل ايه بس؟ يلا يا حبيبتي. يوه يلا يا نسمه. حاضر يا ربنا معايا. ايه ده؟ ايه اللي جابكم في اللحظات المحرجه دي؟ لحظات محرجه؟ انت جايبك هنا عند يونس؟ ابدا، يعني هكون بعمل ايه؟ بنبص بعض مثلا؟ جاري وبطمن عليه. اوعي بقى وانسي خد الاكسجين كله. ايه انت يا حبيبي؟ امشي انت بس امشي. عارفه كنت تويتها كنت بهديتها. معلش معلش معلش. شفتي يا صايا؟ مش بيفهمني انه بيحبني وفيش هيس يا ميك وهو مقضيها هنا ساعه وهي قاعده. اهدي بس يا نسمه، انا بس نعرف ايه الحكايه. ازاي نعرف ايه الحكايه؟ انت عايزه تجننيني، بتقولي جباص وهي حاجات محيجه. طب فاضي ايه تاني؟ طيب نسمه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ وانت لسه شفت مفاجآت؟ وكمان جايبالي ورد. انا بقيت كويس خلاص يا حبيبتي. انت هتبقى كويس. ويا ميتي ويد، طفيت الشمع طفيت الشمع طفيت الشمع يا حبيبي. ربنا يهديكي. ربنا يهدك. انزل اقتلها؟ يقولوا الراجل قتل بنته عشان بتغني. يقولوه ما يهمنيش. سمعتني انا بهزر يا نسمه ولا قدك؟ ويا ميتي ويد، طفيت الشمع طفيت الشمع طفيت الشمع. ايوه يا هي طفيته.
يا حبيبي ويغنوا يحي وما يهدم ما يهدم يا حبيبي. دمعي ايه؟ واه هتلم علينا الناس في ايه؟ دمعي ايه وشمعي ايه؟ احنا بقينا وش الصبح عاوزين ننام يا بنتي. اسمعي يا بابي بس انا متضايقه قوي. وانت يا اختي الدبدوب ده عشان مرمطي معاكي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ مره انت عمري سوري يا بابي اصل مبسوطه شويه، مره طفيت الشمع سوري يا بابا اصل متضايقه شويه. معيش اصلي عندي شويه فكري في راسي كده. فكري؟ وين اللي جاب فكري في راسك؟ فكري مين يا بابي؟ فكري اي ما انا عارف فكري. فكري ايه اللي دخله جوه راسك يا بابي؟ مشاكل مشاكل مشاكل. لا ما تقوليش كده يا بنتي، نسمة بنت فايز ابو غالي عندها مشاكل ولا ما اعرفش؟ لا يا بنتي طب احلمي كل اللي نفسك فيه انا اجيبهولك لحد عندك. يريح نفسك يا بابي، ايه انا عايزاك ما بيتشيش بفيوس. ليه يا ست امينه؟ احكي لي يا نينا. يا مش هينفع بس يا حاجات نسائيه. نعم يا اختي ايه؟ نسائيه؟ عندنا احنا في البيت ده هتجيلنا منين يا حصره نسائيه؟ عموما يا نسمه انا فوق في اوضتي، لو فكرتي انك تتكلمي معايا انا يا نهار ابوك مش فايت. ديك رومي انت ناويه تاكلي ديك رومي الفجر وعندك مشاكل؟ امال يا اختي لو ما عندكيش مشاكل كنت هتاكلي ايه؟ زرافه؟ فيل؟ في ايه يا بابي؟ ما انت عارف اني اما ببقى متضايقه ما فيش غير في اكل. ايوه فعلا الانسه الانسه نسمه وهي متضايقه بتفش غلاف في الاكل، لكن بقى وهي مفرفشه بقى بتغل في الشغل في الاكل صح؟ انت ايه يا اختي؟ ايه وانت مبسوطه بتلغي؟ وانت متضايقه بتلغي؟ قولي لي على شعور انساني واحد ما بتلغيش فيه، قولي لي على وقت معين بقك ما بيتحركش فيه. لا يا فايز بيه الواحد يقول اللي لول عليه، الانسه نسمه ولا كلام اتحاسب عليه هتحاسب جامد. الانسه نسمه بصراحه ما بتاكلش وهي نايمه. شفت؟ مش فاهم يا ابن عم فكري، مش فاهم. طب انت كلمت بنت عمها؟ ما بتردش برضه. بس تعرف يا رامز المزه دي تستاهل. انت شفتها فين؟ ما انا اخر مره كنت عندك قابلتها على الباب، مش جات لك بعد ما انا مشيت يا نمس؟ دي كده تضاريس ايه؟ وهدوب ايه؟ ومرتفعات ايه؟ بالاخر كده كلها على بعضها موز موز موز. انت هتجري نفسك يا جدع انت؟ الله انت مش ناقص غير انك تبص قدامي كويس. ممكن افهم ما بترديش عليا ليه؟ وبعدين فين نسمه؟ ها؟ انت ليك حين تسال عن نسمه بعد اللي انت عملته ده؟ بقول لك يا رامز انا في الاول ساعدتك علشان حسيت قد ايه انت انسان محترم وممكن تحافظ على نسمه، لكن بعد اللي شفناه انا وهي بعينينا يبقى خلاص انت ما تستاهلاش. ايه الكلام الفارغ ده؟ شفتوا ايه؟ شفنا ايه؟ شفنا جميلة وهي خارجة من عندك وهي مكسوفة ومحرقة من اللي انتوا كنتوا بتعملوا مع بعض. يا ذات اللحظات المحرجة. ذات اللحظات المحرجة ايه وليلة ايه؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ هي جميلة اللي قالت لنا. جميلة؟ ده هي اللي جت ورمت بلاها عليا، باين عليها من نفسنا البنت دي من نسمة. بجد يا رامز؟ اوعى تكون ذئب بشري. انت هبلة؟ مفيش مخ خالص؟ ذئب بشري ازاي وانا كنت مجبس؟ ها؟ فضلي قولي في النسمة. النسمة في سيتي ستارز تشتري شوية حاجات. لو سمحتي يا مادموازي ما يقيش عندك ودي مقاسي؟ لا والله صعب تلاقي مقاسك هنا، حضرتك اطلعي فوق في قسم العبايات والجلاليب يمكن تلاقي حاجة تناسبك. ايه 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 عبايات وجلاليب ايه وانا بقولك طالعة قومي. يا بجد دي عبايات وجلاليب ايه؟ طب ما في مقاس اهو.
بقت وحشه كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ساده انك ليه لادب؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وازاي دخلت هنا اصلا؟ انا جيلك لو حتى في النار. وعرفت مكاني ازاي بقى؟ بنفس الطريقه اللي عرفت بيها نمره تليفونك. طب اتفضل امشي. ايه بلاش قله ادب، امشي بقول لك. انت عايز ايه؟ انا جاي اقول لك حاجه واحده بس، ان جميله دي كدابه وكل اللي تقولي ده ما حصلش. يا سلام، ولا ايه اللي خليني اصدقك بقى؟ لاني ما بعرفش اكدب ولازم تصدقيني. بس ايوه بس. وبس انت بقى كمان بصي بقى، انا واحد صاحبي عامل حفله بكره بمناسبه عيد جوازه ولازم تيجي. وهتيجي بعدين في حاجات كتير قوي لازم نتعرف على بعض فيها، وهنتعرف ولازم نتكلم وهنتكلم. بس نسمع، هو انت المقاسات الجامبو ديت بتجيبيها لمين؟ لمامتك؟ لمامتك انت؟ هكلمها بلغه العيون. اسمعي لي سامح، انت كانك نسمع دلوقتي وانا هقول لك حاجات بعينيا وتقولي فهمت ايه. طب يلا. تكسفنيش. فهمت. طب اسمع دي. السرعه دي. فهمت. طب اسمع دي، اسمع دي. يا سافل يا ليل ادب. بقالنا تكملوا مع بعض 100 سنة. ليه بس كده يا رامز؟ قول 200 700 800 1000. تجننا تجننا مع بعض كده. قول لي ايه رأيك؟ بصراحة فظيعة. بتشوكك فيه وانت نايم؟ انت مش هتلم لسانك بقى ولا ايه؟ دي مش شوكولاتتي وبونبونايتي، دي تقول عليها لب، فول سوداني، حبوب لقاح. ابوس ايدك، ابوس ايدك كفاية. وبعدين الجمال ده اصله وجهة نظر. وجهة نظر في عينك. عندنا جانا ازاي مع نسنا في جو رومانتيكي وانت ومراتك قاعدين بشكلكم ده على الترابيزه؟ خلاص اقعدوا في حته ثانيه. وبعدين هي فين اصلا السندريلا بتاعتك دي؟ سامح صديق طفولتي، ودي نجوى مراته. تجنني. تعالي هنقعد هناك. اتفضلي. بس مش بعيدة عني قوي. لا ما انا هنقعد لوحدنا لو ما عندكش مانع يعني. اتفضلي. بجد عجبك الفستان؟ انت هتفضل تدلعني كده كتير؟ نسمة ازيك يا حبيبتي؟ انت جريتي ليه؟ ده انا قعدت ادور عليكي في كل حته ما لقيتكيش. اوعى تكون زعلت مني، اصلي حسيت اني احرجتك قدام اصحابك. احرجتني ايه بس؟ عادي يعني، ده كرسي واتكسر. انا مش مين. ابدا يا حبيبتي. مالك يا حبيبي، في حاجه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. بصي يا نسمة، لازم تعرفي حاجه، انا من ساعه ما شفتك وفي خط فاصل في حياتي، حياتي من قبل نسمة غير حياتي من بعد نسمة. انت مريتي عليا بنيتي يا حبيبتي. شكرا يا رامي. يعني انا مهما جيت عليك مش هتبعد عني؟ لا يا حبيبتي، بس ما تجيش اكتر من كده. مالك يا حبيبي، في حاجه؟ لا مش في حاجه طبعا، انا مازي مش عارف. صوتك ماله؟ طب اجيب لك دكتور. اسمع رامز،
رامز هذا شغلك قبل الموت. رامز في حاجة؟ زودتلك الشطة يا ست نسمة. شك يعني عم بويعي. عايز واحد حمص. حاضر يا بيه. الله واضح انك بتحبي حمص الشام قوي. قوي قوي يعني. وبتيجي هنا كتير يا ترى؟ كل ما بحب اقعد مع نفسي يعني شوي. وانا اشكرك انك هتقعديني مع نفسك في مكان رومانتيكي زي ده. الورد ورد يا بيه. اجري يا بيت. ورد ورد ورد. اذا الست نسمة. ازيك يا هاني. ازيك يا شيماء. انت ايه يا نزيك؟ احنا مش قايله تقعدي تذاكي؟ معلش والله امي تعبت النهارده وكنت لازم انزل بدلها. طب استني. خدي خدي دوي ويا وحي يا دوي. ربنا يخليك يا ست هاني من اللي خيرك مغرقه. هاتي اتنين وطيران عيبك. ياي خدي. ميرسي قوي. تعرفي انا كنت ممكن افهم دماغك غلط خالص. يعني ايه؟ يعني قابلتك في ديسكو مع حبه شباب اغنية كده وضاربين الدنيا طبنجه ومش حاسين بحد، لكن اللي شفته النهارده ما بيقولش كده خالص. بس انا قلبي كان حاسس. حاسس بايه؟ حاسس انك مختلفه قوي وطيبه قوي تعرفي انا كنت عامل مواصفات قاسيه جدا لفتاه احلامي، وكنت متخيل اني عمري ما الاقيها لغايه ما قابلتك انت ولقيت كل المواصفات دي فيكي. الله. تحبي تركبي مركب في النيل؟ اه المركب دي من الحاجات اللي نفسي اجربها. وعارف ايه كمان؟ ايه كمان؟ الخيل والمراجيح. الله. والعجل. ايوه. تعمل ايه بقى؟ تعملي في ايه؟ ما تعملي الحاجات اللي نفسك تعمليها واركبي كل اللي نفسك تركبيه. بصي يا نسمة انا عايزك معايا تحلمي بكل حاجه. تعالي 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 تعالي. بجد يا رامز؟ طبعا بجد. انا من هنا ورايا حياتي هتبقى بس علشانك. هنعمل كل اللي نفسك فيه. يلا بينا. يلا بينا. يا واد يا تقيل الدول صنع برضو. ايدك معايا يا نسمة بحياتك. يلا جو بديع افيا يا كوي مواجيع. افي 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 افي. دنيا ربيع ازاي ده؟ الدنيا زلازل. انت يا ست سعاد يا حسني رايحه فين؟ بابي بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك 100 مره ما تهجمي عليا. اهجمي بالراحه. رايحه فين؟ يحيى. يحيى يا اختي يا لغه. ليه رجعت المدرسه من تاني؟ قال لا. ومش لابسه كوتشي من اللي بينوروا ليه؟ عشان يعني رايحه رحله. رايحه مع مين؟ ايه يا بابي من امتى التحقيقات دي كويها؟ انت مش بتثق فيا ويا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايام السبهلله انتهت خالص. من هنا ورايح مفيش خروج الا باذن. يعني ايه يعني مش هيروح يحيى؟ مين قال كده يا حبيبتي؟ روحي زي ما انت عايزه. بس يعني يا ريت ما تتاخريش. بقلع عليك يا غزال. اي ارش عيالي دوني يا يا بيع اوي جو بديع افيه. ايزا فريدي كانت في عيني. شوفي انت يا زاف. السندوتشات يا انسة نسمة عملت لك 122 سندوتش رومي و123 سندوتش مربى. كفايه كده ولا عايزك ماله؟ يا كفايه. بس اشمعنى 122 و123 يا بياكات؟ عشان لو قدر الله حصل لك بعد الاكل تلبك ولا حاجه تفتكري نمره الاسعاف 123، ولو حصلت اي مشكله 122 البوليس. ويا ريت تعمل لها 180 سندوتش كفته عشان لو حصل لها حمو وجوف تفتكر نمره المطافي. ايوه يا فيزا. المخايل وقفتني صوت المخايل. لا ودي تيجي برضه. دلقتلك برميل ترشي هنا في الكولمان ده، والحلو هنا ملوخيه. ماشي بس عيايا يكفي. ربنا يوفق الدنيا على بعضها. هاني
في حد جاي؟ لا ده انا عامله حسابي عليا لو انت بس. رامز مالك يا حبيبي؟ انت طرت كده ليه؟ حسيتي بزلزال؟ تيجي نبدل اتنين بس انا بخاف من المراجيح سيادة يا لهوي اوبا يا يامن يا ابني يا عيبة شوتي يا يامن كده برضو عملتها ازاي دي اعملها على روحي يا ابني بطل ده سيف غني معاكي دولي شفاوه يا 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 بابي يا دحين يا 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 تركب يا حمار نسمة جالها عريس تبع عمي وعمي موافق والعريس كويس جدا 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 وانت لازم تحكي بقى وروح كده تتعدي معانا عشان عمي موافق ياه وانت عرفتي كل ده منين؟ سمعت عمي وهو بيتكلم في التليفون والدتي الله يرحمها كانت وكيلة وزارة ووالدي ربنا يديله طول العمر موظف على المعاش دلوقتي اللي هو وضعه في اسكندرية يعني أنا كل يهمني حاجة واحدة بس أيوه إيه اللي جذبك لبنتي نسمة؟ بصراحة يا فندم أدبها أدبها وأخلاقها أخلاقها ثم أخلاقها ثم أخلاقها وعشان ما أكونش بكدب على حضرتك يعني شكلها طبعا بالذات رشاقتها رشاقتها ثم رشاقتها ثم رشاقتها هي ميس إيجيبت
هو الجدع ده بيتكلم عن مين بالظبط؟ عني طبعا يا بابي، هيكون بيتكلم عن مين يعني؟ وايه الشربات اللي جبتيه ده؟ امشي اطلع على اوضتك، امشي عشان اعرف اتكلم مع الراجل. امشي امشي. ايوه ده ايوه، انا ايوه. امشي امشي يا ظالم. ظالم؟ انا ظالم يا عمي؟ يعني عمي صدقني، انا نسمة بالنسبه لي هي كل حاجه اتمنيتها يا فندم. انا طول عمري بحلم بواحده زيها عشان تبقى نصي الحلو. نصك الحلو يا راجل؟ قول ثلاث ارباعك الحلو، تسع اعشارك الحلو يا فندم. مش هنختلف ان شاء الله، الحلو كله وابقى انا الوحش كله. انا شاري. انت عارف بنتي بتصرف كام بس على الاكل في الشهر؟ حضرتك ليه محسسني انك مربي ديناصور عندك في البيت؟ لا مؤاخذه. الديناصور ارحم يا ابني. هي دايما علاقه بين الابناء والاباء كده يا فندم. انا امي الله يرحمها كانت بتقول يا بغل دايما. والبغل شغال فين؟ انا بشتغل في شركه اف اف لملابس الجاهزه. يا بجعتك يا اخي يا بجعتك. يعني بتشتغل عندي وجاي تطلب ايه بنتي؟ لا يا فندم مش فاهم، ارجو توضيح. نعم مش فاهم. مش فاهم يعني ايه؟ ازاي يا فندم بشتغل الشركه بتاعتك دي؟ انا اكبر مساهم فيها والله. وانا كنت اعرف يا فندم، انا لازم احكي لك موضوع الخنصره بتاعت القماش في موديلات الصيف ده. هو بس ايه اللي جاب ده في موضوع جوازي من بنتك يا فندم؟ ايه ايه؟ مش فاهم. ما تستعبطش يا ولا، ما تستهبلش، انت فاهم كويس قوي، لانك خططت صح لغايه ما وقعت بنتي في حبك وجاي دلوقتي تتجوزها عشان تلم الغله. لا يا فندم. لا يا فندم ابدا. لا انا عمري ما فكرت في النسبة دي غنيه ولا فقيره. وعمري ما حسبت هي بتاكل بكام ولا قد ايه. الموضوع كله كان احاسيس ومشاعر، لكن واضح ان حضرتك ما بتحسبهاش غير بالفلوس والاطيان. وكمان قليل الادب. انا مش قليل الادب. انا لساني متبري مني شويه بس مش قليل الادب. لا متبري منك كتير. لا شويه. لا كتير. شويه كتير. انا اللي شايف لسانك طالع قد ايه. الصراحه انا بحبك، قليل الادب. الصراحه انا ما عنديش بنات في الجواز. اتفضل بره. طب انا اسف، حقك عليا. ممكن نرجع تاني؟ تعرف طريق الباب ولا انت حد يوصلك؟ عارف طريق الباب. اتفضل بره. شيل الورد ده. طلعوا النسمه. لا يا حبيبي، انت تطلع بيه القرافه، ويا ريت تقرا الفاتحه على المرحومه ام البغل. اتفضل. حضرتك كده بتدوس على قلبي وقلبي نسمه. يا اخي كاك وجع في قلبك وقلبي نسمه. اتفضل. حصل. وايه يعني اللي حصل؟ ابدا، ضيعت مني فرصه عمري ما هتجيلي تاني في حياتي. يا حبيبتي افهميني، وفي اب في الدنيا مش كل مناسب ان بنته تتجوز وتبقى اسعد واحده في الدنيا؟ مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط. يا بنتي من واجب الاب انه يفكر كويس ويحقق ويدقق قبل ما يوافق على عريس بنته. ويوم زمايو بقى عيبه ايه؟ نصاب. نصاب ازاي يعني؟ زي الناس يا بنتي. ما هو لما يجي واحد يتقدم يا بنتي اللي انا وانتي عارفين انها سمينه شويه، واذا مش عيب فيها ما يعيبهاش ابدا، لكن لما يقول لي عجبني فيها رشاقتها يبقى نصاب. عندك حق يا بابي، أنا فعلا تخينة، والظاهر إن هي أنت حلمة مش من حقي. لا يا بنتي، لا، أوعي تقولي كده، وأوعي تكرهي حاجة فيك، ربنا هو اللي عاملها، وربنا يا بنتي هو اللي بيوزع الحقوق، وأنت من حقك إنك تلاقي اللي يحبك ويسعدك ويشارك حياتك، وصدقيني يا بنتي هتلاقيه، هتلاقيه. ما تصبرنيش يا بابي، ما
تخافش عليا، الزعيم مش هيموتني. عشان خاطر بابا اوعي تزعلي، وان شاء الله الواد اللي اسمه رامز ده هيبقى من نصيبك، بس بعد ما اختبره اختبار صغنن قوي عشان ابقى مطمن عليك يا حبيبتي. خلاص تحكي بقى. بتقول ايه انت؟ استقال يعني ايه؟ اقصد يعني ما كتبش السبب للاستقاله دي؟ طيب طيب، شكرا، مع السلامه. الدواء ده حضرتك تاخده بعد ما تقرا المجله دي، وده تاخده بعد ما تقرا الجورنال. لا يا ربي، قبل ما تقرا الجورنال. والبيت الدواء ان شاء الله ما تاخدوش عشان ممكن يجي لك هبوط. يا اخي انا اول ما بشوفك بيجيني هبوط لوحدي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اديني الدواء بتاع المجله. بتاع المجله، ولا اقول لك هات لي الدواء بتاع الجورنال. الجورنال، انا خايف اكون قريت الجورنال وما خدتش الدواء. هاخده مرتين انا كده بقى، ولا اعمل ايه؟ لا يا باشا، انا ما ينفعش. عارف يا بركات؟ ايوه باشا. انا بيتهيألي اني ظلمت الولد ده. طول عمرك ظالم يا باشا. بتقول ايه؟ لا يا باشا، انت حبيبي، انا انسى ان حضرتك انت اللي لقيتني جنب الجامع وربتني. انا معاك عمري ما حسيت ان انا قليط. يا دي الليلة عليك، انت كل شوية هتفكرني بالحكاية دي. انا غلطان اللي شلتك من قدام الجامع، كان لازم اسيبك. حاجة غريبة قوي. انا مش قصدي كده يا باشا، انا قصدي يعني ان الولد ده بيحب الانسة نسمة، والانسة نسمة بتحبه. انت شايف كده؟ طبعا. طب ايه رايك ان انا شايف ان احنا نعمل خطوبه في الاول وبس لما نشوف اخرج الولد ده؟ ايه رايك؟ لو اخذ يا باشا، انا ليا اقتراح تاني بس ما تزعلش مني. قول قول. احنا انا شايف يعني ان احنا احسن نعمل خطوبه الاول. لا 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 يا بركات، شوف بقى، لا ده ولا ده. امال ايه يا فندم؟ احنا نعمل خطوبه. هو ده، برافو عليك يا باشا، وان شاء الله ربنا هيوفق الدنيا على بعضها. وان شاء الله ربنا ياخدك بالدنيا. حبيب قلبي يا حبيب راه، امين يا رب العالمين. انت بتتكلمي بجد؟ انت بتقولي امتى؟ الف 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 مبروك يا نسمة حبيبتي، الف مبروك. باي باي يا حبيبتي. يس، الخميس اللي بعد الجاي. الخميس اللي بعد الجاي؟ الخميس اللي بعد الجاي. يا نهار اسود، ده كده احنا دخلنا في التالي. ديري بالك، العمل مفعوله تقدير من شهرين ثلاثة، أول شهرين تمام، الشهر الثالث مفعوله بيروح، في أوله في نصه في آخره، المهم لازم يتجوزوا بسرعة، صافي؟ ربنا يعديها على خير. ده سامح، صديق الطفولة يا أستاذ فارس. مساء الخير يا أنت. أهي يا سامح، إزاي حضرتك؟ دي نجوى مراته. نجوى؟ وده بقى رامي أخويا. رامي بتاع حرف الرياح. ايوه ايوه. ووالدي استاذ فريد سيف مصر. فريد بيه. فايز بيه، فرصه سعيده جدا. انا بالرغم اني ما شفتش نسمه لغايه دلوقتي، لكن انا متاكد انها نسمه فعلا. اصلك ما تعرفش الولد رامز ده طول عمره مطلع علينا بمواصفاته القياسيه في الجمال والرشاقه. رشاقه ايه؟ يا العيله دي عاميه ولا ايه؟ حضرتك بتقول حاجه؟ لا يا فندم، استاذنك بس اشوف نسمه اللي بتتكلم عنها دي اتاخرت ليه؟ ربنا يستر. ايه رامز؟ ايه رامز؟ عايز افهم حاجه. ايه انت في كامل قواك العقليه وانت مقدم على الخطوه دي؟ كامل قواك العقليه ايه يا مفوف انت؟ ده انا ما صدقت الاقي واحده زي نسمه احبها. في ايه؟ طب عملت تمهيد لابوك واخوك على النسمه دي؟ تمهيد ايه يا ابو تمهيد انت؟ ما انا طول الطريق عمال اكلمهم عن جمالها ورشاقتها وعارفينها خلاص يعني. انا ما اتكلمش عن جمالها، كلمتهم عن وزنها. وزنها؟ انت مش شايف انها مليانه شويه؟ تعالي تعالي يا نسمة، ما عرفك على أبو رامز. نسمة بنتي يا فريد بيه. ماميو يا بابي، زي ما يكون مش مصدق اني اكون عيوسة ابنه وهي ايه؟ مش عارف، هو تنح فجأة. ازيك يا عمي؟ ماميو يا بابي، مش عارف بقولك ايه. ما تيجي تمشي من قدام السعادة لحسن الراجل يطب ساكت من جمالك ويتقلب الخطوبة تبقى عزة. تعالي تعالي. طب استنى، طب نشوف مايو. مش عارف بقولك متنح. تعالي لا استنى نشوف مايو. يا نهار اسمع. هاي بابا، شفت اسمها؟ زي القمر مش كده؟ ايه بابا في ايه؟ مالك؟ انت تعبان يا بابا ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه يا رامي؟ انت كمان؟ اه
صافي ولا ايه؟ فجأة تنح ما اعرفش تنح ليه. طب عمي 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 في ايه؟ في ايه؟ بذمتك انا عاوز ازبيبي. عايز اقول لك حاجة بس. بذمتك ده وقته؟ هقول لك على حاجة مهمة قوي. ايه المهم؟ بصراحة يا عمي بصراحة انت لازم تعرف. اعرف. يا نهارك اسود ومنيل، واكون نسبه غلطت مع الاسم رامز ده؟ يا دي نهار. لا شرف العيله. لا ما فيش حاجه من دي حصلت. شرف العيله راح. ما انت علقتيني. طب قولي لي الطاي. قولي. حاضر يا عم. قلت لك قولي الطاي. وبعدين بقى رامز نسمه شفتي بابا ايه؟ قالك حاجه ضايقك؟ أمال مالك مبلمة كده ليه؟ مش مبسوطة يا نسمة؟ بالعكس أنا مبسوطة ومبسوطة قوي يا رامز. أنا بحبك. أنا كمان يا رامز. ما شاء الله عصفورتين. آه يعني إيه كتك قوي عصفورة وفيل الآن. يا عمي إيه يا أولاد؟ مش يلا بقى عشان تلبسوا الدبل؟ انت رجعت في كلامك يا رامز ولا ايه؟ لا رجعت في كلامي ايه يا عمي؟ ده انا صدقت لقيت نسمة. يلا اتفضلي قدام. الزر بقى يا جماعه فين نسمة؟ نعم انت هتهزي؟ هزي لا تغى كمان. ايه يا جماعه مين دي يا جماعه؟ انا نسمة يومس. نسمة مين؟ نسمة خطيبتك سيامتك انت تعبان. ولا تغى في اللام كمان سيامتك. حلوه حلوه يا جماعه. يا استاذ فايز فين نسمة بقى يا جماعه كفايه؟ ما هي يا ابني قدامك. دي نسمة يا جماعه فين نسمة؟ انا حد يقول لي نسمة. حد يقول لي فين نسمة؟ الله دي دي نسمة. دي نسمة انا يا جماعه يا نسمة يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده. صدقني يا عمي هو ده اللي حصل بالظبط. حرام عليكي حرام عليكي. حتى يوم كان النهاردة عدى ما كملتيش نشوفني على حياتي يا صايا. يا نسمة حبيبتي انا عملت كده علشان بحبك والله العظيم عشان بحبك. وبعدين هو فعلا شافك على حياتك احنا ما اتفقناش عليه. ما تحكيلوش عليه. انا كنت فاكرة شايفني على حياتي يا كده احنا كده كذابين يا صايا بس يا بنتي بس ما تعمليش في نفسك كده. عمي تضحك قدام المعازيم بالشكل ده؟ يا عمي انا توقعت ان العمل عبال ما فعله ما ينتهي هيكون عارف نسمع على حقيقتها وقد ايه هي انسانه جميله ورقيقه من جواها وانه يعني مش هيهتم بموضوع الطحن بتاعها ده. لكن الظاهر بقى ان الانسان فعلا ما بيهتمش غير بالمظاهر كده. رجبت في دماغي الوقت كل شويه يقول لي رشاقه رشاقه وانا فاهم انه نصاب اتريق حبتين غارس في عمل. يعني انت عايزه تقولي ان انا كنت ضحيه عامله سخيفه من سعادتك عشان تسعدي بنت عمك؟ وانا اعمل لك ايه؟ ما انت بقى اللي بتحب الليمون. ليمون في عينك يا رامز. هي ملهاش اي ذنب. ذنبي ذنبي انا. عايزاني اعمل ايه يعني؟ عايزاني اعمل ايه لما الاقي البنت اللي بحبها وبموت فيها بقت حد تاني؟ مين بس اللي قالك انها حد تاني؟ وبعدين انت كل اللي شدك لنسمة الفتره اللي فاتت شكلها وبس. لا يا ساره انا حبيت نسمة بجد. حبيت كل حاجه فيها. حبيت براءتها، حبيت حنيتها، حبيت الطفوله اللي فيها. ما هي دي والله هي دي نسمة زي ما هي ما اتغيرتش. يا رامز انت اكتر واحد عارف نسمة بتحبك قد ايه. دي حربت باباها علشانك تقوم بعد كل ده تسيبها علشان شكلها اتغير شويه. اوكي اوكي اتغير كتير
كل ده ما يغيرش اني كنت عايش في وهم. عموما لو انت عايز تتجوز اي مزة حلوة وخلاص، دول في منهم كتير قوي، روح شوف لك اي واحدة من اللي ضاربين سلكم. بس دول بقى مصيبتك معهم اكبر بكتير، لانهم كدابين من جوه ومن بره. والله الحكاية دي غريبة جدا، دي ولا حواديت الف ليلة وليلة. المهم انت طمني عليك. حاسس ان حاجة كبيرة ونقصاني مرة واحدة. رامز انت بتحبها؟ يمكن اكون بحب نسمة اللي قضيت معها وقت لطيف، لكن مش نسمة اللي شفتها يوم الخطوبة ابدا. اه الفرق ايه بقى؟ في الشكل؟ طب افرض ان انت كنت اتجوزتها وحصلت لها حادثة اثرت في جمالها، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتسيبها؟ ما تيجي نروح نكمل كلامنا في اي حتة بدل الافيال اللي بتجري معاهم دول. الايه؟ دول افيالة؟ أجمل بنت شفتها. خلاص راجع اسكندريه. بجد؟ خلاص مفيش حاجه اقعد لها هنا. طب ممكن تاخدني نادي في طريقك؟ عربيتي في التوكيل. اتفضلي. على فكره انا عرفت اللي حصل في خطبتك انت ونسمة، اللي عملته ده كان عين العقل. ربنا يخليه لك يعني بحاجه لله. انت حيوانه؟ يلا غوري من هنا يلا. يا شيماء تعالي. شيماء برضو خدي دول ودغري على البيت، مش قلنا في مذاكرة؟ اصل ماما كانت تعبانة النهاردة وكنت لازم انزل بدري. تاني برضو دغري على البيت. ها كنا بنقول ايه؟ بقولك يا جميلة، ممكن بس تنزلي تبصيلي على العجلة اللي ورا، حاسس انها مهوية شوية. اوكي. اعميها في النيل. يامز؟ ايوه يامز. يامز فييد سيف النصر. بحبك. من فضلك يا يامز، انا مش عايزه تهيج ولا تيأ. صدقيني خلاص مفيش تهيج ولا تيأ. انا بحبك زي ما انتي. انت شايفني كويس؟ انا نسمة. احسن مرة شايفك فيها. اللي بيحب حد بجد بيحبه زي ما هو، وبيشوفه احلى واحد في الدنيا حتى لو كل الناس شايفة غير كده. حتى قلت لك اني مش مصدقك الكلام ده؟ اوعي تقولي كده. انا اللي هتجنني المقاسات الجامبو اللي كنت بتجيبيها ده. ولا شافشة حمص الشاب. اهي بنتي اتجوزت وانتي لا. بنكلم ماما. قول ماما مين هو ده؟ ليه ماما؟ عم فايز. يا عم فايز انت داخل عليا تشتري رنجة؟ شايفني ناصي في سوق الخضار وببيع قوطة؟ طب بلاش يا اسطى فايز، ده مجنون. انت بتضحكي على طول؟ ايه قصري؟ ايه قصري؟ ما تحترم نفسك. انت مين انت؟ انا محمد السوق. على راسي. عاوز ايه؟ عاوز اتجوز بنتك نسمة. يا سلام، وكنت فين يا اخويا من زمان؟ كنت بكون نفسي. وكونت نفسك؟ الحمد لله. وانا كمان الحمد لله بنتي اتجوزت. انت
طب ما فضلش منها 5 كيلو خدهم معايا وانا ماشي. 5 كيلو انت جاي تتجوز جاموسه؟ ايه 5 كيلو دي يا راجل انت؟ هنسمع جاتي هنسمع علي تايه. عيوني يلا واسرح دي عيون جايقة مش بتفتح وخليها مجهلي واحوح يلي شغلت القلب في لحظة خد بس ما اقولك من يوم ما شفتك قلبي ملك فوق مني اشرب يا بوكويا ويا نفسك في حبيبي حس بكسامحة فيا بيي اشتناها يا صبايا حس بكسامحة لقيتني كده لسه هايم لو عايز ابقى ليك هتقابلني في حديقه وسوا نشم الهوا ونسمع مزيكا حبيتك وانا صاحي ونسيت فهوى الجراحي يا ماسنجر يا حبيبي ليلي وصباحي اوعى تخيف معادي عايز تتقي معادي في محيي بتاع كبابي يا جميل يا حس بدا السايحه فيا بيي استنى الحا يا صفا يا حس بدا السايحه فيا بيي Thank you.